بديو الوجداني الشاعر الذي خرج من الطائف وعلقت قصائده في هولندا. مالك بالطويلة. حياكم. جربت الأيام مثلي من يجربها، تجريب عاقل ذاق المر والحالي. أعرف حروف الهجاء بالرمز واكتبها، عاقل ومجنون حاوي كل الأشكال. شاعر الحكمة الأشهر في القرنين الأخيرين، بديوي بن جابر الوجداني، اللي قال عنه طه حسين: لو أن هذا الشاعر البدوي كتب في الفصحى لنسي الناس المتنبي. مالك بالطويلة. غالبا في كل مجلس لو دخلت على هالشيبان وسألتهم عن أشهر أبيات الحكمة ووصف حال الدنيا، تلقاهم يقولون لك: أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوالي، تعد مواعيد والجاهل مكذبها، واللي يعرف حدها من همها سالي، إن أقبلت يوم ما تصفي مشاربها، تقفي وتقبل ما دامت على حالي. هذه الأبيات اللي تقطر حكمة وتجربة هي لبديوي الوجداني، واللي نقدر نقول عنه ظاهرة شعرية عربية بامتياز. بس السؤال، وش اللي يخلي ظاهرة؟ في الطائف وقبل أكثر من 200 سنة وتحديدا في وادي نخب ولد بديوي الوجداني. عاش هالشاعر يتيم في صغره، هذا ما منعه أنه يتعلم العلم الشرعي وغيره. الحجاز في ذلك الوقت كان أكبر بيئة علمية في الجزيرة العربية. مالك بالطويلة. تعلم بديوي الوجداني علم العروض، وكان من القلة اللي انضموا بالنبطي والفصيح، وما كان شعره الفصيح أقل جودة من النبطي. كان لبديوي علاقة زينة مع حكام مكة، وكانوا يقربونه ويهتمون فيه لأنه ظاهرة شعرية. ويوم توفي أحد حكام مكة رثاه الوجداني بقصيدة فصيحة تعتبر من عيون الشعر العربي، يقول فيها: الملك لله والدنيا مداولة، وما لحي على الأيام تخليد، والناس زرع الفنا والموت حاصدهم، وكل زرع إذا ما تم محصود، ولا يدوم سرور لا ولا كدر، وهكذا الدهر تصدير وتوريد، والناس ذا فاقد يبكي أحبته، وذاك يبكى عليه وهو مفقود، إلى أن يقول: ما يمنع الموت أبراج مشيدة، ولا دروع ولا بيض ولا خود، لو يدفع الموت سلطان بقوته لكان حيا سليمان وداود. وهذه القصيدة لجزالتها معلقة اليوم في أحد متاحف أمستردام، بعد ما وقعت كمخطوط في يد سنوك، وهو أحد المستشرقين الهولنديين اللي زار مكة في ذلك الوقت، وقال في بديوي الوجداني: هذا أجود ما أنتجه الأدب في منطقته. مالك بالطويلة. كعادة الشعراء الكبار، تميز الوجداني بأنه يصنع من جميع المواقف اللي تمر عليه سبب للإبداع الشعري، وهذا الشيء يدل على سرعة البديهة عند بديوي الوجداني. في يوم من الأيام كان محاكم من حكام مكة في أحد رحلات الصيد، وطاح خاتم هالحاكم وانكسر الحجر الكريم اللي فيه. بديوي الوجداني لمح تغير ملامح هذا الرجل وانزعاجه، فبادر في نفس اللحظة ارتجى القصيدة يقول فيها: لا تخشى يا ابن رسول الله من حجر، رأى المكارم في كفيك فانفجرا، وأفاك سعدك إذ وافى السعود، وقد أعطاك ربك سعدا يفلق الحجر. بديوي الوجداني لديه سرعة بديهة حاضرة في النبط مثل الفصيح. يدل على هالشيء قصة سارت لبديوي، اللي رمى رصاصة على نفسه بالغلط وجدها الرصاصة في رجله. هالحادثة مستحيل تمر مرور الكرام عند واحد زي بديوي الوجداني، فقال أبيات خالدة في الحكمة والجزالة، يقول فيها: الأولة يا الله يلي على الأمة رقيب، يا غافر الزلات تمحي الذنوب اللي علي، تكتب لي الجنة اللي أمسيت في قبري غريب، ما لي مهرج غير دود القبور العامرية، بعض العرب تفرح لي قالوا بديوي صويب، ونحمد الله جاني صوابي من يدي. وهالأبيات وغيرها يتم ترديدها والغناء بها إلى اليوم. ما كان النظم هو الفن الوحيد اللي برع فيه بديوي الوجداني، حتى المحاورة كان الوجداني فارس من فرسانها، وحفظ لنا التاريخ أحد أقدم المحاورات اللي صارت بينه وبين دخيل الله مسيفر الزايدي، أحد أشهر شعراء المحاورة في عصر بديوي الوجداني، واللي يقول فيها: يا دخيل الله توقع يوم تمشي، قبلك الحضران والديرة حفية،
رايده يا مايده يا حب دشي لا يجي خبزه ولا يصلح قليه. رد عليه يا بدي ولا تدشي الهرج دشي علموك اهل الرضل واهل الوقيه ما حديد النافع مثل المحشي يوم تاكل لحمه الجزار نيه. يوم تاكل لحمه الجزار نيه. قال بديوي ثوبك المرقوع ما يصلح النكش يا عبت العبد مالس قابلية علموني حفر بيرك في معشي ما انت خابر حفرها هاك العشي. مالك بالطويلة. كان بديوي شاعر الشعور بامتياز، شعره يترجم اللحظة، عشان كذا يتكرر في شعره دائما ذكر الفقد والموت. اللي عانى اليتم هو صغير عانى فقد عياله في عز شبابه، لكن أكثر ما عاناه وخلده في شعره هو وفاة زوجته واللي رثاها في كثير من قصائده. ويقول يا الله أنك جابنا العظم عقب الانكسار سبحان عارف الميل المعاني بلا ميزاني العشية يا حسن كان يصل قلبنا والعرب تمرح وانا النوم ما يهناني يا عيوني هوني ما على الهجرة قرار إن بكيتي خفا وإن بكيتي جهار من قضى شانك وانا من قضى لي شاني. قالت يبكي واحد غيروا داره بدار غيروا المنازل منازل ثانية وعزايرنا من الموت قصاف العمار محرم اللذات ومفرق الصدقانية. ما كان فقد الوالدين والأبناء والزوجة هو معاناة بديوي الوحيدة، بديوي أيضا عانى من الغربة، وهذه المعاناة اللي أنتجت أشهر قصائده واللي قلناها أول حلقة اللي يقول فيها أيامنا والليالي كم نعتبها. بديوي هاجر للعراق يطلب الرزق مثل غيره، لكن ما طابت له الديرة ولا حياته، وكان يحن للوطن دوما. ومن هالموقف كتب هذه القصيدة الطويلة اللي خلط فيها بين الفصيح والنبط، وقال نفسي تبى العز والحاجات تغصبها ترمي بها بين جاويد وانذالي المال يحيي رجال لا حياة بها كالسيل يحيي هشيمة دمدم البالي. المال يحيي رجال لا حياة بها كالسيل يحيي هشيمة دمدم البالي عفت المنازل وروحي يوم أجنبها منها غنيمة وعنها البعد أولالي لا خير في ديرة يشقى العزيز بها يمشي مع الناس في هم وذلالي. مات بديوي الوقداني عام 1879 ميلادي، وخلف لنا موروث ضخم من شعر وحكمة لدرجة أنك ما تقدر تقول قصة بديوي الوقداني إلا عن طريق شعره الغزير. ما كان شعر بديوي يقتصر على الحكمة والرثاء وغيرها، بل كان له جانب كبير من الشعر العاطفي والغزلي، واللي صار مورد من موارد الفن السعودي الشعبي والحديث إلى يومنا هذا، ومنها قصيدته اللي غناها فنانين كبار مثل طلال مداح ومحمد عبده، وهي قصيدة يا حمام الدوح هيجت الغرام ما سبب نوحك ومالك من مرام فما الله.